السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حصة جديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. رجعت لكم اليوم فيديو جديد، وهذا الفيديو ان شاء الله بنتقاسم معكم واحد وصفة سهلة وسريعة، بيتزا سوفلي بعجين 10 دقائق كتجي هائلة البنات. غنديرها لكم ان شاء الله بطريقتي، كتجي على الشكل ديال لي شونسون، كتجي هائلة، والحشوة كتبدعوا فيها وديروا الحشوة اللي نتوما باغيين. الشكل ديالها والمذاق ديالها سريعة وسهلة، كنتمنى ان شاء الله تجربوها وانها تنال الاعجاب ديالكم. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه، والى عجبتكم هذه الوصفه ما تنساونيش بلي لايك والتعاليق اللي كيحفزوني. ونخليكم ان شاء الله دابا مع المقادير وطريقه التحضير. غندوز معكم المقادير اللي غادي نحتاجو لهاد البيتزا هذه. غنحتاجو لها واحد الكميه من العجينه ديال 10 دقائق، رانا ديجا حضرتها معكم البنات، غنخليكم الرابط ديالها اسفل هذا الفيديو هذا، وممكن كذلك تحضروها نتوما بالعجينه اللي مولفين كديروا ديال البيتزا. غادي نحتاجو واحد العلبه هنايا ديال، انا عندي لوكوس البنات اللي درت ديال الطون هذا، اللي حيدت ليه الزيت، صفيتو من الزيت. وغادي نحتاجو الصلصه ديال الطماطم، انا هنايا حضرتها مسبقا. ديروا اي صلصه بغيتوها البنات سريعه، ولا ممكن ديروا حتى اللي جاهزه. وغادي نحتاج الفرماج، عندي الفرماج هنايا الاحمر محكوك، وعندي شويه ديال الفرماج موتزاريلا هنايا حتى هو غادي نحتاجو، وعندي شويه ديال الفلفل المتنوع هنايا، انا كتعجب الوليدات بالفلفله. شت شحره شويه ديال الزيت مشويه البنات، وممكن انني نزينها بشويه ديال الحبات ديال الزيتون الاسود. وغادي نحتاج هاد البيضه هذه للدهن. غندوز معكم دابا ان شاء الله للطريقه ديال التحضير. غندوز معكم البنات دابا الطريقه ديال التحضير. اول حاجه شنو غنديرو، غادي نجيبو هاد العجينه ديالنا وغادي نقسموها على شكل كويرات، وغنحيدو منها الهواء، وغادي كل كره نسرحوها واحد شويه ونرجعوها على شكل شوفون، يعني بلا ما تعذبوا انكم تبداو تقطعوا وتبداو. ممكن انكم كذلك تستعملوا قطاعات وديروهم على شكل بحال بغيتوا ديروا لي شوفون صغار. المهم انا غادي نحاول نقطعها على شكل كرات متساويه. ودابا البنات بعد ما قسمت العجين ديالي على شكل كويرات، غادي نبدا بسم الله. غادي نهز اول كره، والكرات اللي بقاو لكم البنات ضروري ما تغطيوهم باش ما يديروش لكم هذيك القشره. غادي نبداو على بركه الله، غادي نسرحوا هذه الكره ديالنا على شكل، انا درت هنا ورق ديال الزبده البنات، نتوما ديروا على اي صفيحه عندكم. انا غنحاول نسرح هذه الكره ديالتي حتى تاخذ لا فورم ديال الدائره، تكون كبيره شويه. وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله باش نديروا ليها الحشوه ونحطوها في اللاطه ديال الفرن. ودابا البنات كما كتشوفوا معايا، بعد ما سرحت الدائره ديالتي كما تشوفوا معايا، غادي نبداو على بركه الله. غادي نجيبو هاد لاصوص طوماط، غادي نديرو في الوسط ديالها. كما قلت لكم البنات ممكن نتوما ديروا اي صلصه عندكم، ملي نتوما مولفين خلاص كديروها. غادي نديرو غير هنايا الوسط البنات، وغادي نجيب كذلك شويه ديال الحوت. نتوما ديروا اي حاجه بغيتوا، الدجاج بغيتوا، الكفته، اللي بغيتوا نتوما. المهم ما تقيدوش بالحشوه اللي درت انا، فقط الطريقه. وهاد العجينه اللي كتجي رائعه البنات اللي تقسمت معكم، كنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. دابا البنات بعد ما درت الحوت لكم الاختيار، المهم الفلفله انا غير حيت كتعجبنا حنايا الفلفله بشويه. وغادي ندير حبات ديال الزيتون اللي بغاهم، اللي ما بغاهمش بلاش. وغادي ندير الفرماج، شويه ديال الفرماج الاحمر وشويه ديال الفرماج الاخر. باش نلوي البيتزا ديالي. دابا البنات بعد ما درت الفرماج، غادي نحاولوا ندهنوا هاد الجوانب هادو بالماء اولا باي حاجه، المهم باش ما يلصقوش، ولا ببياض البيض باش ما يلصقوش ليا، باش يلصقوا معنا. عفوا، ممكن كذلك ديروا شويه من البياض ديال البيض. ودابا البنات بعد ما دهنا الجوانب، غادي نحاولوا نلصقوا البيتزا ديالنا. نحاولوا نضغطوا شويه الحشوه، وغادي نكملوها دابا البنات. غنبقاو نحاولوا نجروا واحد القنيته بحال ما هكا ونضغطوا بحال هذا الشكل البنات، بحال لي شوسون. المهم بحال الشكل اللي كنديروا مع لي شوسون، وممكن تضغطوا غير بالفرشاه
فاش كنحصلوا عليها بهذا الشكل البنات غنحطها جانبا باش في الاخير ندهنها بالاصفر البيض وبشويه ديال لاصوص الطوماط، وهذا باش نديروها في اللاطه. دابا انا نستمر على هذه الطريقه حتى ندير كاع الوحدات اللي عندي بهذاك الشكل ونديروا تتمه ديال التحضير باذن الله. ودابا البنات بعد ما شفتوا معايا كيفاش درنا لهاد البيتزا سوفلي ديالنا، انا كملت الوحدات بنفس الطريقه كما وريتكم وحطيتهم هنايا في اللاطه ديال الفرن. دابا غادي نحاول ندهنهم شويه بالصلصه وشويه باصفر البيض، وتزيين تيبقى لكم اختياري، كيجيو رائعه البنات صدقوني. غادي ندهنهم بهاد الطريقه كما كتشوفوا معايا، مادام هي بيتزا ضروري ما خصنا نديروا لها شويه الصلصه من الفوق، وغادي ندير لها في التالي شويه ديال الاصفر البيض اللي ممكن تخلطوا مع شويه ديال الحليب، وتزيين غندير لها شويه ديال الفرماج وواحد القطعه من الزيتون الاسود غير باش نعطيها واحد اللمسه ديالتي كذلك كما كتشوفوا معايا. غندهنها مزيان بهذا الشكل هذا، وغادي ندير عليها الفرماج الاحمر بهذا الشكل هذا، وغادي ندير عليها واحد قطعه من الزيتون بهذا الشكل هذا. انا نستمر على الطريقه حتى نكملهم وندخلهم الفران. البنات ننصحكم يكون سخون، انا البيتزا باش تنجح معكم خص الفران يكون سخون. ندخلهم ان شاء الله الفران سخون، فاش غادي يطيبوا ويتحمروا غتشوفوا معايا الشكل النهائي ديالهم وتشوفوهم كي تيجيو من الداخل هائلين. وها هما البنات البيتزا ديالنا بعد ما خرجتها، البيتزا سفلي اللي كتجي اكثر من رائعه بعد ما خرجتها من الفران. كما كتلاحظوا معايا كتجي رائعه، وعطيتها هاد الميسه هادي ديالي انا باش درت دورت عليها هاد الفلفله الحمراء من هنا والفلفله الخضراء من هنا، درت حبه ديال الزيتون من الوسط. دابا ان شاء الله غندوز نقدمها لكم في الصحن ديال التقديم ونقطعها معكم كذلك باش تشوفوها كي تتجي. ما شاء الله البنات كتجي اكثر من رائعه، وتيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا السوفلي ديالنا بعد ما شفتوه قدمتها لكم في هذا التقديم البسيط اللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها، كتستحق تجربه كتجي اكثر من رائعه. غندوز دابا نقطع معكم وحده باش تشوفوها كي تجي من الداخل. بسم الله، لاحظوا معايا البنات كي تجي من الداخل كتجي ما شاء الله، كتجي داك الفرماج كيجي معلك وتجي ديك الحشوه لذيذه البنات وكتجي هائله. والعجين ديالها سحري، هاد العجينه هادي البنات غنخلي لكم الرابط ديالها اسفل هاد الفيديو هذا، كتجي ما شاء الله. كنتمنى انكم تجربوها وانها تنال الاعجاب ديالكم لانها كتستحق التجربه وكتجي لذيذه لذيذه بزاف البنات. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه، وما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الهل والحباب ديالكم باش الفائده تعم. وكنشكركم والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.